وقفوا دقائق وطالعوا في يدكم ورجلكم، شايفين المتاهات والخطوط اللي كنا واحنا صغار نقعد نتبعها، وحتى لو ما لقينا اسامينا حنرسمها ونطلع القابنا كمان. هذه الخطوط هي الاوردة اللي بتنقل الدم المحمل بثاني اكسيد الكربون من جميع اعضاء الجسم للقلب. كمان عندنا الشرايين اللي بتنقل الدم المحمل بالاكسجين من القلب الى باقي اعضاء الجسم. نختصر الموضوع ونسميها الاوعية الدموية، ولعلمكم هذه الأوعية الدموية إذا مديناها حتوصل 100,000 كيلومتر، وهذا يعادل لفتين كاملة حول الأرض. جسم الإنسان البالغ عشان يمشي خطوة واحدة بس يحتاج 200 عضلة، والعضلات هذه بتحفزها أعصاب مختلفة وكمان بتغذيها شرايين مختلفة. ومو بس كده، عشان تبتسموا ابتسامة حلوة وعريضة بتستخدموا عضلات أقل من لما تستخدموها لما تكشروا وتزعلوا، فعشان كده خليكم دائما مبتسمين. سيبوكم من الكلام هذا كله وخلينا نيجي نتكلم على أكبر عظمة في جسم الإنسان اللي هي تعتبر أقوى من الفولاذ. العظمة هذه هي عظمة الفيمر أو عظمة الفخذ، واللي تتحمل 30 مرة ضعف وزن جسم الإنسان. كل هذا العلم سبقونا به المصريين لما حافظوا على الجثث من التحلل، واكتشفناهم إحنا بعد آلاف السنين. وقتها بدأوا العلماء بأنهم يشرحوا الجثث والحيوانات ويفحصوها ويحللوها تحت مسمى علم التشريح أو اللي إحنا نعرفه بالأناتومي. من أوائل العلماء اللي ناصروا علم التشريح هو الطبيب ابن نفيس، اللي يعتبر أب نظرية الدورة الدموية، لأنه وصف لنا الدورة الدموية الصغرى وكمان الدورة القلبية. طبعاً كلنا أخذناها وإحنا صغار في العلوم والأحياء، وحناخدها دحين بمستوى أعلى في علم التشريح. إذا عرفتوا تشريح العضو كده عرفتوا الأناتومي، ولما تعرفوا تشريح العضو هنعرف آلية العمل، ولما نعرف آلية عمل العضو والمسار الصحيح هنعرف أي خطأ يصير إيش سببه وكيف علاجه. كده عرفنا الباثولوجي والفارما، وهذا يدل أن الأناتومي هي أهم خطوة وأول خطوة في معرفة أسرار الكائن الحي. على الرغم من الكلام المتداول عن مادة الأناتومي وأن هي من أصعب المواد وبتنزل المعدل وكثير يشيلوا همها من بداية مشوارهم الجامعي، إلا أنه أهميتها جدا كبيرة، وده الشيء تقدروا تأكدوا منه لو سألتوا أي طبيب أو جراح. نرجع للخريطة اللي في يدنا اللي كنا نتبعها، ولا 200 عضلة اللي نحتاجها عشان نمشي خطوة واحدة. أكيد بتفكروا أنا كيف هذاكر ده كله، كيف حتعلمه ما حتدخل المصطلحات في بعض. أول طريقة أو بالأصح هي نصيحة، اقرأوا المحاضرات قبل ما تحضروها، بس عرفوا نفسكم بيها، be familiar with it، وأهم شيء تدخلوا المعامل بنفسكم عشان تشوفوا بعينكم اللي أنتوا سمعتوه في المحاضرات. أول طريقة هي labeling أو التسمية، واللي تقدروا تبدأوا فيها من أول معمل تدخلوه. كل ما تشوفوا مجسم صوروه وأشروا على الأشياء اللي الدكاترة والأساتذة ذكروها، حتى ممكن تستخدموا الألوان. كل ما كتبتوا الشيء بنفسكم وما أخذتوا عمل جاهز حتستخدموا حواس أكثر، وبكذا حتثبت وتترسخ المعلومة أكثر. إذا ضاق بيكم الوقت تقدروا تقسموا المجسمات على جروبات، أو حتى ممكن تستعينوا بملفات من الدفعة السابقة. في كل الأحوال أهم حاجة أن أنت تمسكوا الملف في يدكم وتدخلوا المعمل وتشوفوا المجسم والصورة عشان تشوفوا العضو من كل الجهات. الطريقة الثانية المحاكاة هي أنكم تستخدموا تطبيقات تحاكي جسم الإنسان، زي عندكم أطلس وكمبليت أناتومي، وطبعاً مليانة تطبيقات عديدة أخرى حتوريكم صورة 3D لجسم الإنسان، وكمان تقدروا تحددوا على عضو معين أو عضلة معين تشوفوا حركتها، العصب اللي بيحفزها، وكمان الشريان اللي بيغذيها. ومو بس كده، حيوريكم مقاطع عرضية وطولية للعضو والتراكيب المجاورة له. الطريقة الثالثة الكتب المصورة. الطريقة هذه حتجمع لكم بين الطريقتين الأولى والثانية في كتاب واحد. طبعاً في كتب جداً مفيدة كتير زي More Clinically Oriented Anatomy و Atlas of Human Anatomy. الكتب فيها صور وليبلز، كل اللي عليكم تمسكوا الكتاب تدخلوا المعمل وتتبعوا بين الصورة والمجسم وتحاولوا تتذكروا وتحفظوا المسميات. الطريقة الرابعة النيمونكس. كده احنا دخلنا اللاب وشفنا المجسمات والنماذج، نيجي للحفظ. الطريقة الرابعة اسمها النيمونيكس، هتجمع لكم المعلومات في جملة واحدة وحتلاقوا النت مليان نيمونيكس، أو أنتم بنفسكم تقدروا تخترعوا نيمونيكس. مثلاً جملة She looks too pretty, try to catch her. إذا خدتوا أول حرف من كل كلمة هتعرفوا ترتيب عظام اليد أو عظام الرسغ اللي احنا بنسميها الكاربل بونز. S scaphoid, L lunate, T trichoderm, P pisiform, T trapezium, T trapezoid, C capitate and H hamate. نفس المثال ممكن يكون بطريقة أخرى. سلمى لما تلعب بوكر
تخسر تكسب كله هلس. كمان حتسمعوا دكاترة الأناتومي يقولوا توتو زواغت بدري مع سوسو. كيف؟ مين سوسو؟ ايش يعني؟ من خلالها نقدر نوصف أفرع العصب الوجهي: تي temporal, Z zygomatic, B buccal, M mandibular, and C cervical. مثال آخر كلمة salt اللي تقدر تعبر عن العضلة serratus anterior والعصب اللي بيحفزها the long thoracic nerve. الطريقة الخامسة الربط أو the keyword method. فمثلا تربط اسم العضلة بمكانها زي latissimus dorsi, latissimus ظهري, latissimus من latissimus ومكان العضلة هي الظهر. كمان تقدروا تستخدموا الأغاني تساعدكم إن أنتوا تعرفوا أماكن التراكيب، وكمان في بعض الفيديوهات تساعدكم في نطق الكلمات. Neocortex frontal lobe. Brainstem. Brainstem. Hippocampus neural node. Right hemisphere. الفيديو اللي دوبه شفتوه يوضح لكم تراكيب وأجزاء الدماغ. الطريقة السادسة الفيديوهات والقنوات. كينهاب هي قناة فنانة جداً للأناتومي، حتوريكم صور وكمان فيديوهات تديكم نيمونيكس وطرق عشان تحفظوا الأسامي. وطبعاً غير كده اليوتيوب مليان فيديوهات كثيرة توريكم مجسمات سواء كانت بلاستيك أو جثث اللي هي الكاديفرز، وهذا جداً يساعدكم لو أنتم ما عندكم مجسمات في البيت عشان تتصوروا وتتذكروا اللي شفتوه في المعامل. الطريقة السابعة الرسم. الرسم وما أدراكم بخفاياه، وهي من أكثر الطرق الممتعة. صح ممكن تاخذ جهد ووقت، ولكن صدقوني اللي حترسموه عمركم ما تنسوه حتى بعد الاختبار. طبعا مو لازم تكون رسام عشان ترسم اي رسمة بسيطة او حتى غريبة، اهم حاجة توريكم مكان العضو والتراكيب المتصلة به. مثلا عندكم البريكيال بلكسس او الضفيرة العضدية، وهي عبارة عن شبكة من الاعصاب تبدأ من العنق. طبعا انا عارفة كنكم شفتوا متاهات وشوارع، ولكن لو خدتوا الصورة وفكرتوا فيها أكنها طرق وخطوط فرعية عمركم ما تنسوها أبداً. الطريقة الثامنة Spaced Repetition، بحيث أنكم تكرروا مذاكرة المحاضرات كذا مرة. طبعاً أول مرة لما تفتحوها تحسوا نفسكم ضايعين وما حتتذكروا ولا حاجة، وهذا شيء طبيعي. أهم حاجة تمسكوها تاني في نص الأسبوع، وكمان ترجعوا تعيدوا عليها في الويكند إذا قدرتوا. أهم حاجة إنه أنتوا ما تحفظوا كده بدون فهم، لأنه وضعية حافظ مش فاهم مش حتمشي معاكم. أو ممكن تستخدموا تطبيقات، مثلاً عندكم أنكي وكويزلت. كويزلت هو برنامج جداً مفيد، تقدروا أنتوا تاخذوا المعلومات وتحطوها في زي فلاش كارت، حتى ممكن تاخذوا صور من النماذج اللي شفتوها أو المعامل أو حتى من الكتب، وده الشيء هيساعدكم في المراجعة قبل الاختبار. أما برنامج أنكي تقدروا تحطوا فيه السؤال وحيوريكم مدى صعوبته بالنسبة لكم، وبكده هتعرفوا قد إيش حيتكرر عليكم. أكيد كلكم قاعدين تفكروا أنا كيف أفهم هذا أناتومي هو حفظ وهو أسماء عضلات وأعصاب وأعضاء، ولكن أنا حقول لكم الإجابة. لما تمسكوا العضلة وتعرفوا مكانها كيف تتحرك وإيش بتحرك، كده حتكونوا فهمتوها وبعدين حفظتوها. عندكم مثال، حطوا يدكم اليسار على كتفكم اليمين وارفعوا يدكم اليمين. شايفين العضلة هذه اللي بتحسوها؟ هذه هي الدلتويد. حيكون شكلكم شوية غريب في الاختبار، ولكن حتتذكروا العضلة فين مكانها وإيش بتحرك. الطريقة التاسعة Repeated Exposure، أو ممكن نسميها التعرض المتكرر اللي أنتوا تشوفوا المعلومة فيها كذا مرة. فمثلا تكتبوها في مكان تقدروا دائما تمر عليه، سبورة أو حتى الجدار، أو أنا عني كنت أكتبها في المراية. بس مو معناته أن أنتوا تمسكوا المحاضرة وتسووا كوبي بيست تكتبوا كل حاجة، لا، لازم تقفلوا المحاضرة وتكتبوا المعلومات اللي أنتوا تذكرتوها. بكده حيوريكم المعلومات الضعيفة عندكم اللي أنتوا نسيتوها، وفي نفس الوقت حيقول لكم المعلومات اللي ما تحتاجوا تراجعوها. الطريقة العاشرة اختبار الذات أو Retrieval Practice. في الطريقة هذه تقدروا تختبروا نفسكم سواء مع نفسكم أو ممكن تسووا Study Groups. طب حتسألوا نفسكم أنا كيف أحط أسئلة؟ يعني أنا ماني دكتور. دحين لما تنزل لكم المحاضرة أكيد حيكون عندكم Objectives، شوفوا Objectives وطلعوا عليها أسئلة واقعدوا اسألوا بعض أو اسألوا نفسكم. الطرق كثيرة، وفي طلاب بيستخدموا أكثر من طريقة، وفي طلاب بيستخدموا طرق مختلفة تماما. أهم حاجة أن أنتوا تدوروا على الطريقة المناسبة لكم، ولا تيأسوا وتحسوا بالندم ان انتم بتضيعوا وقت، لان انتم ما بتضيعوا وقت، انتم بتتعلموا حاجه من كل طريقه. حتى لو تراكمت كل المحاضرات ودخلت المصطلحات في بعضها وتلخبطوا، اكيد حتلاقوا دفع قبلكم حتساعدكم، لان هم دوبهم مروا بالشيء اللي انتم ماشيين فيه، وخصوصا اخر دفعه دوبها خلصت قبلكم. حتحسوا ان هي رحله صعبه، بس تذكروا ان هذه التحديات هي اللي حتضيف حس المغامره والمتعه لحياتكم الجامعيه، وكمان حتاخذوا منها دروس. وبكده تكون حلقتنا انتهت. لا تنسوا تسووا لايك سبسكرايب وشير عشان تعم الفائدة على الجميع. نترككم بحفظ الله ورعايته. في ذا الفيديو حاولنا قد ما نقدر نجمع أغلب الطرق اللي يستخدمها الطلاب لمذاكرة مادة الأناتومي، ولكن لو أنت عندكم طرق أخرى ما ذكرناها جربتوها وفادتكم شاركونا هي على هاشتاغ علمني كيف أصطاد أناتومي.